دعاء لذوي المتوفي المرحوم الحاج حسين أبو خالد رحمه الله. اللهم عظم أجورهم وثقل موازينهم وثبت على الصراط أقدامهم. اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق فقيدهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وأسأل الله أن يربط على قلوبهم ويثلج صدورهم ويجمع بينهم جنات النعيم. اللهم عوض على أهله الخير وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم إني أسألك العفو والعافية لهم في دينهم ودنياهم وأهلهم ومالهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لهم شأنهم كلهم ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. اللهم برحمتك وسع لهم كل طريق واملأ قلوبهم بالأنوار واحفظهم من الأخطار وأسعدهم ما دام الليل والنهار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.